من اهل الحي كل هو اللي معاه شنطه واحد عيال كبير صغير يجي يجي هنا هو في الشارع. أنا كل المنطقة حتى جاي من هنا ساعة المنطقة حتى ما تبني قبل ما تتبني العمارة اللي هي ولا والجبال كلها كنا كنا بنجيب الراجل بتاع اللي هو ماشيين بالدوزر ده هو بالعربية يجيب كل عربية والباقي يجيبه ويمشي. كانت الريحة برضه عميانة وريحة كانت موتانة وكانوا مولع برضه يولع في البتاع الدخان عميل ولسه شغالين برضه حتى يجي العربية انها يزيد مليانة والعربية الثانية تيجي يجيب ياخد شوية كده بالهواء ويسيب الباقي ويمشي. طب رحت رأيت الحي؟ بتوع البلدين هم بتوع الحي. والعربية تبقى مليانة اللي هي النقل دي وعريانة والهواء تقطها يمنى الشوارع برضا اللي عملوا قرأوا الهواء طيارة مفيش نظام هنا نظام ولا في نظام ولا في حاجة يعني فيها حاجة كل ماشي ولا رئيس وراهم ولا حاجة ولا ضمير عند الناس كل يضع حتى لما يجيب جبادة جاب سطوف يشرع العموم ذات نفسه اللي هو شارع المربى بتاع الفيصل او شارع الحرم العربية كالعربية النقل يجي في الشارع العمومي في الفجر او اي وقت يروح على البيل العربية ويمشي. منين بقى؟ هتفرق معك؟ نعم هتفرق معك؟ ممكن كده.